طيب، هو السؤال يا استاذ شرقاوي، ان وده سؤال يعني في نفس الاطار اللي بيتكلم فيه الاستاذ عصام، ان النادي الاهلي او نادي الزمالك، وانا كنت سالته للكابتن احمد طيب، جاب موديست، جاب سافيو، جاب ميكسوني وولتر بواليا، تروح لنادي الزمالك سامسون، برضو اللعيبه الاجانب ابراهيم انداي، اللعيبه الاجانب ما استفادش بيهم، في حين ان النادي الاتحاد السكندري فتره من الفترات كابتن حسام حسن لما كان بيقود الاتحاد السكندري حط عينه على مابولولو اللي هو هداف الدوري السنه اللي فاتت وهداف الدوري السنه. هل هي باي لك يعني جت صدفه؟ ولا يعني هل اللاعب الاجنبي ده بيبقى عامل سوري يعني زي البطيخه ما تعرفش اذا كان هينجح ولا لا، ولا جاي وفقا لمعايير ووفقا لاختيارات معينه؟ لا، هو يمكن في الاهلي والزمالك بيحسسونا كان هم بيخترعوا الذره. احنا بنبحث عن لعيب افريقي مميز، يجي يبحثوا عن لعيب افريقي مميز غالبا ما بيطلعش مميز. مهاجم سوبر. عايزين مهاجم سوبر. وفي الاخر ما يطلعش مهاجم يعني سوبر. يعني المنشط اللي احنا بنكتبه الزمالك يبحث عن مهاجم سوبر او الاهلي يبحث عن مهاجم سوبر وفي النهايه لا بيطلع سوبر. لا بيطلع سوبر ولا بيطلع مميز. وللاسف الشديد الاهلي والزمالك بيجيبوا صفقات بلعيبه غاليه في الاتمان، عكس مثلا انديه مثلا تلاقي هنا في مصر بيجيبوا لعيبه اجانب مميزه وباسعار رخيصه زي النادي المصري. بلديه المحله اسمه حكيم ليفت وينج ده حكيم. والنادي المصري برضو جايب لعيبه اجانب مميزه سنه في النادي المصري ده برضو. ففي الانديه في مصر يعني غير الاهلي والزمالك بيجيبوا لعيبه افارقه في ابو حكيم باسعار قليله وفي نفس الوقت مميزين بيجروا وراهم بعد كده الاهلي والزمالك، وكان الاهلي والزمالك خلوا من العين الخبيره والعين اللي تقدر ان هي تقدر تحكم على اللعيب دوت فعلا يصلح ولا لا يصلح. الفكره زي ما استاذ عصام برضو قال ان هي في دول افريقيه فيها مليانه مواهب، بس مين اللي هيتعب نفسه ويروح ويبقى عنده أزرة هناك ويبقى مين اللي يقدر ان هو يتابع مين اللي هو كمان في نقطه حسام حسن اللي جاب مابولولو. لا اقول لك المعلومه ازاي بقى. حسام حسن اللي اكد الاختيار. محمد مصلحي صديقنا بحكم عمله عنده شبكه في افريقيا، بس هو من مدرسه انه معاه حد فني بيثق فيه يروح عارض عليه. ده اللي بقوله لك، انه اللجنه في الكابتن محسن وكابتن زكريا بقى عندهم ازرع فيروحوا متابعين له بحكم عمله ما شاء الله عنده ازرع في افريقيا كتير.